هذا الشيء الحمد لله كل عام كنديروه صدق لله في سبيل الله. هنايا المحل ديالنا مامونيا بارازاي فينيه والناس اللي كيساهم شي حاجه كيجيبوها لنا وكنتشابوا بها حتى حنا مع الناس حليل الساندويتشات ديالهم الفطور ديالهم حتى ليله العيد كنبقاو كل عام الحمد لله اذا فهمت. الاجواء رائعه كانك في المغرب صراحه هي هذه كل شيء موفر كما كنقولوا الشيوات البلاد كامله هنايا الحريره البريوات كواجين اللي بغيتي اللي تختار لك على بالك كتجيبوه في القهوه تطوان. سيرتو بوكسيل بوكسيل مدينه قطعه من المغرب محطوطه في اوروبا وصلت عندنا باش اللي نقول لك السي بازي باقي الناس اللي تحسوا بالغربه لا جامي الاخوان هنا كاملين الحمد لله كيعيشوا الاجواء الرمضانيه هنايا ممتعه جو ديني تمشي للمساجد تشوف التراويح تشوف الصلاه تشوف الناس كتذكر الله صراحه بوكسيل مدينه التعايش مدينه التقاء الحضارات اللي بغيتي تسميها السيد بازي تسميها. اش نقول لك اخويا مخيره الاجواء مخيره هنا في بريكسيل كل شيء موجود الحمد لله الحريره موجوده التمر موجود الشباكيه كل شيء كاين الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله. الله يبارك ما شاء الله رمضان مبارك ورمضان يجي بالصحه والهنا كل عام وحنا بخير مع رانا مع خوتنا مغاربانا تزيرينا يا انا مع خوتنا مغاربه خوا خوا ما كاش عداوه الحمد لله شرب الحريره الله يبارك الدلع منه كاين زلابيه تاع بوفيريك بليده خوا خوا كاع تزيريه وخوتنا مغاربه ورانا خوا خوا توجور الحمد لله جاز علينا رمضان بالصحه وهنا مازال يجوز علينا ان شاء الله بالصحه وهنا وربي ما فيه غير الخير الحمد لله يا ربي. ورمضان هنايا في بروكسل يا زعمي اش نقول لك يعني كيف كيف بحال المغرب كانك جالس في طنجه ولا في تطوان بالضبط ما فيهاش يدعس اللي بغيتي موجود المسلمين بزاف تراويح الصلاه اللي بغيتي اللي بغيتي يعني يا سلام والله العظيم يا سلام هنا بروكسل كاننا احنا في المغرب. روبورتاج اخبار الجاليه.